is by Dr. Muhammad Al-Saba. It's femur neck lengthening osteotomy for coxa-breva. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد السبع علي، ماستر ديجري اورثوبيديك سيرجري ان شمس يونيفرستي. الكيس اللي هنتكلم عليها النهارده دي كيس فور فيمورال نيك لينثنج اوستيوتومي فور كوكسا بريفا امودوفايد تكنيك اندر سوبرفيجن اوف ار بروفيسور دكتور طارق حسن، بروفيسور اوف بيدياتريك اورثوبيديك سيرجري. الكيس اللي هنتكلم عنها دكتور محمد، حاول بس انك تحط الميكروفون قدام بقك عشان الصوت يبقى اوضح. شكرا. الكيس اللي هنتكلم عنها النهارده دي 13 years old female patient، كان عندها history of DDH operated elsewhere at the age of 1 year. كانت عمل لها open reduction وسولتر osteotomy، وكان عندها residual femoral head subluxation. بعدها بسنه كانت عمل لها فارس دي روتيشن اوستيوتومي السوير برضه، والفيمورال هيد كفرج كان كويس. ناو كومبليننج اوف ليمبنج ورايت هيب فاتيج بين، وعندها بوزيتيف تريندرنبرج جيت، وعندها ليمب لينث ديسكريبنسي على الرايت سايد اقصر ب 1.2 سنتيمتر، وعندها الرينج اوف موشن على الرايت هيب ليميتد اكسترنال روتيشن، والابدكشن بتاعها برضه ليميتد عن الليفت سايد، الابدكشن بتاعها 30 ديجري. ودي الجيت بتاعتها. مش تعالى ارجع. فك الهيك. ارجع تاني. دي الاكس راي بتاعتها الاي بي والبروك لاترال، واضح جدا في الاي بي فيو ان انا عندي هاي رايدنج جريتر تروكانتر، وعندي الفيمورال نيك شورت كومبيرد تو ذا اذر سايد، وده السي تي بتاعها. ايه الاوبشنز اوف تريتمنت فور ذيس كيس؟ عندنا الاوبشنز بتاعتها، ممكن حد يقول كونزرفاتيف مانجمنت فيزيوثيرابي، ان انا اعمل سترينثنج للابدكتور ماسلز، وان انا اعمل شو ريز على الليمب ليمبس ديسكريبنسي على الرايت سايد، ان انا البسها شوز اعلى شويه على الرايت سايد، او ممكن في اوبشن ثاني ممكن اعمل توتال هيب ريبليسمنت، وفي ايرا جديده موجوده حاليا ان احنا نعمل توتال هيب ريبليسمنت عند يونج ايج، او ممكن اعمل جوينت بريزرفيشن سيرجري في اوستيوتومي ايضا بلفيك اور فيمورال اوستيوتومي. طيب ايه هي البارامترز فور ديسيجن ميكنج؟ عشان اعرف البارامتر بتاعت الديسيجن ميكنج لازم اعرف البروبلم. ايه البارامترز بتاعت الديسيجن ميكنج بتاعتي؟ تمام، عشان اخد ابروبريت ديسيجن لازم اشوف البروبلمز الاول. طبعا هنا الرينج اوف موشن متاثر. ليه؟ لان انا عندي هاي رايدنج جريتر تروكانتر، فمع الابدكشن بيحصل كونتاكت او تاتشنج ما بين الجريتر تروكانتر وما بين الاستابلم، فده بيعمل لي بوني امبنجمنت اكسترا ارتكلر امبنجمنت، فده سبب يخليني الاقي فيه ليميتد ابدكشن. طيب الهاي رايدنج جريتر تروكانتر ده ممكن يعمل لي ايه تاني؟ الهاي رايدنج جريتر تروكانتر ممكن يقلل الريستنج تنشن بتاع الابدكتور ماسلز، فالاقي الابدكتور ماسلز محتاجه فورس او مومنت اوف انرجي عشان خاطر تبقى كونسيوم تو ريستور ذا نورمال ريستنج تنشن بتاع الابدكتور ماسلز، فده بيبقى سبب للفتيج بين، وبرده بيبقى سبب للتلندلنبرج جيت بتاعتها، وعندها ليمب لينث ديسكريبنسي 1.2 سنتيمتر، والفيمورال نيك شورتنينج ده بيخلي لي الليفر ارم الابدكتور ماسلز بتشتغل عليه بيخلي الليفر ارم بتاعها قصير، فده برده سبب من اسباب التلندلنبرج جيت بتاعتها. ابدكتور انسفشنسي قلنا بسبب الهاي رايدنج جريتر تروكانتر، وبسبب ان الفيمورال نيك شورت، وده بيعمل ابدكتور فاتيج بين بسبب المصل فاتيج والبوني امبنجمنت. طبعا هنا في الكيس بتاعتنا ما عندناش ديجنريتيف تشينجز في الهيب جوينت،
فاحنا ممكن هنلغي التوتال هيب ريبليسمنت لان هو مش انديكيتد في الكيس دي، لان انا ما عنديش اوستو ارترايتس موجوده. يبقى انا هتجه ناحيه الجوينت بريزرفيشن سيرجري. طيب الباثولوجي اللي موجود، هنلاحظ ان احنا على الرايت سايد الريستنج تنشن بتاع الابداكتور ماسلز بيبقى قليل، فجزء من الفورس اللي احنا قلنا عليها بيبقى كونسيومد في تو ريستور نورمال ريستنج تنشن بتاع الابداكتور ماسلز. وعندي الليفر ارم بسبب الشورت فيمورال نيك، تمام، ده بيخلي فيه فورس جنريتد بالابداكتور ماسلز عاليه جدا عشان تومنتين الهيب جوينت ستابيلتي ديورنج ذا سنجل ليج ستانس، فده بيعمل لي لندنبرج جيت وبيعمل ابداكتور فاتيج. ايه هي البارامترز الراديولوجيكال اللي احنا بنقيس عليها علشان خاطر نعمل السيرجري بتاعتنا؟ اولا بنقيس الفيمورال نيك لينث. الفيمورال نيك لينث دي بقيسها ازاي؟ باخد لاين في الاكسس بتاع الفيمورال شافت ولاين تاني في الاكسس بتاع الفيمورال نيك، والبوينت اوف انترسكشن اللي هي البوينت بي بقيسها من بوينت بي للبوينت سي. البوينت سي دي هي السنتر بتاع الفيمورال هيد، المسافه ما بين بي سي هي دي الفيمورال نيك لينث اللي انا هقيس عليها عشان بوست اوبراتيف اشوف الفيمورال نيك عندي حصل لها لينثنينج ولا لا. طيب دي الاكس راي بتاعتنا اللي في الصوره اللي تحت، تمام. واضح جدا ان الفيمورال نيك شورت كومبيرد تو ذا اذر سايد، تمام. عايز اشوف الهاي رايدنج جريتر تروكانتر، عايز اقيسه، فعندي طريقتين للقياس، يا اما بقيس حاجه اسمها السنتر تروكانتريك ديستانس. طبعا نورمالي التيب بتاعت الجريتر تروكانتر تبقى ات ذا سيم ليفل مع السنتر بتاع الفيمورال هيد، لازم تبقى في نفس الليفل زي الناحيه اللي هي الليفل. في الناحيه الرايت انا عندي هاي رايدنج جريتر تروكانتر، فالفيرتيكال ديستانس اللي هي ما بين التو لاينز الريد لاينز دول هي دي المسافه بتاعت الهاي رايدنج جريتر تروكانتر. طب هل ممكن اقيسها بانجل معينه؟ ممكن اقيس الميديال بروكسيمال فيمورال انجل، تمام. باخد لاين ماشي في الاكسس بتاع الشاف وتو بوينت بيوصلوا لي التيب بتاعت الجريتر تروكانتر بالسنتر بتاع الفيمورال هيب، والمفروض ان الزاويه دي نورمالي في النورمال هيب المفروض انها تبقى 90 درجه. كل ما الجريتر تروكانتر بيبقى هاي رايدنج كل ما بتبقى الزاويه دي بتقل. طيب كان في سيستماتيك ريفيو اتعملت على الفيمورال نيك لينثنج اوستيوتومي، وكان الكونكلوجن بتاعها ان الالونجيشن بتاع الفيمورال نيك مع الجريتر تروكانتر ديستاليزيشن ده هيعمل بين ريليف، لان هو بيري سترينثنز الماسلز وبيليمينيت الامبنجمنت اراوند ذا هيب جوينت. في سيفرال تكنيكس اتوصفت علشان خاطر يعملوا بيها الفيمورال نيك لينثنج اوستيوتومي. كانت اول اوستيوتومي اتعملت في 1980 بايروين مورشر، هو كان بيعمل تريبل اوستيوتومي، ان هو بياخد ثلاثه اوستيوتوميز. اول اوستيوتومي بيبقى بارل للانفيرور نيك، وده اللي بيعمل بيه النيك لينثنج، لان هو بيعمل لاتراليزيشن للشافت. وبياخد اثنين اوستيوتومي في الجريتر تروكانتر، في جزء بيبقى الاوستيوتومي بيبقى تحت التيب بتاعت الجريتر تروكانتر بيعمل منه ديستاليزيشن، والفراجمنت اللي في النص الجريش دي بيسموها الموفنج فراجمنت، هو بيستخدمها كبون جرافت. بعدها بخمس سنين كانت اتعملت وصفت اوستيوتومي ثانيه بس ما هياش تريبل، دبل اوستيوتومي مور سيمبل شويه عن ايرون مورشر، بيعمل بس دبل اوستيوتومي، ان هو بياخد برضه نفس الاوستيوتومي اللي هو بارل للانفيرور نيك ده، بيعمل منه اللاتراليزيشن للشافت وبالتالي بيعمل نيك لينثنج، وبياخد الاوستيوتومي اللي فوق ده يعمل منه جي تي ديستاليزيشن. احنا استخدمنا الدبل اوستيوتومي ده، طبعا كان كذا حد نشر بيبر بخصوص الدبل اوستيوتومي، كان الاختلاف ما بينهم هو في اختلاف الميثود اوف فيكسيشن والامبلانت اوف فيكسيشن. طيب ممكن نشوف البوست اوبرتيف اكس راي بتاعت العيان. هنا احنا عملنا الفيمورال نيك لينثنج اوستيوتومي، ادي الصوره الفري، طبعا واضح جدا الفيمورال نيك لينثن على في الصوره اللي هي ناحيه اليمين اللي هي البوست اوبرتيف، ودي ده حاجه هتحسن الليفر ارم بتاع الابداكتور ماسلز، والناحيه الثانيه واضح جدا ان في جريتر تروكانتريك ديستاليزيشن. طيب نشوف الارتيكلو تروكانتريك ديستانس بري وبوست، طبعا اتحسنت جدا. هي المفروض الارتيكلو تروكانتريك ديستانس او السنترو تروكانتريك ديستانس المفروض ان هي هتبقى زيرو، طبعا هي اتحسنت جدا كومبير تو ذا بري اوبرتيف اكس راي. وعندنا الميديال بروكسيمال فيمورال انجل اتحسنت، كانت بري اوبرتيف 66 درجه، بوست اوبرتيف بقت 87 درجه. الليمب ليد ديسكريبنسي
بقى ايكوال اون بوث سايد. طب هو ليه الليمب لينث بتحسن؟ الليمب لينث بتحسن لان الاوستيوتومي بتاعي هنا اوبليك اوستيوتومي، فلما بعمل لاتراليزيشن للشفت باي ديفولت الليمب بيطول. طيب الابدكشن رينج، الابدكشن رينج بري اوبرتيف كان 30 درجه، بوست اوبرتيف 40 درجه، لان انا ما بقاش فيه بونو امبنجمنت بيمنع الابدكشن رينج بتاع الرايت هيب. هنشوف البوست اوبرتيف فيديو، طبعا ممكن نشغل قصاده اللي هو الـ مش تعالى ارجع. اوكي ليك ارجع تاني. تنشن بتاعه ابداكتور ماسلز وبيليمينيت الامبنجمنت ما بين الجريتر تروكانتر وما بين الاستابلم، فبحسن الابداكشن رينج وبعمل تنشننج على الابداكتور ماسلز. والفيمورال نيك لينث بيديني ميزه ان انا بحسن الليفر ارم بتاع الابداكتور ماسلز، فده بيحسن لي الفتيك بين اللي بيحصل وبحسن التلندرنبرج جيت. طبعا كونتر انديكيشن ان انا اعمل البروسيجر دي لو في هيب في اوستراتريتيك تشينج، لان هو بيزود البريشر جوه الهيب جوينت، فده بيزود او بيزود لو في انتر ارتيكولار باثولوجي بيزود الاوستراتريتيك بروسيس اللي موجوده فيه. شكرا.